الخير على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناة سي تي في وبرنامج في النور في كل مكان. حلقة الثلاث 4 يونيو 2024. ومين فينا ما فتحش الفيسبوك وخبط في وشه الانفلونسر او البلوجر او اليوتيوبر؟ مين؟ او لو عنده تيك توك التيك توكر، عشان برضو نبقى ايه، خدنا الاربعة. اكل، مطاعم، عربيات اكل في الشارع، اوتيلات، ملابس، اجهزة، موبايلات، اكسسوارات، محللين نفسيين، اخصائيين اتش ار وتوظيف، خبرات الحياة والحكايات العاطفية والرومانسية، وكيف تتعامل مع زوجتك ومع حبيبتك اذا هجرتك. احنا عايشين في عالم اليوتيوبر، عايشين في عالم الانفلونسر، ما بين بقى شراء ومطاعم وزي ما بقول لحضراتكم ونصايح وي 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 وي، عالم بقى محاوطنا. وتيجي تدور بقى على الحقيقة وسط ده كله، هل هي بقت لقمة أكل عيش للبعض؟ أو هل هي بقت الناس بتسترزق منها؟ طيب هل كل حاجة بتتعلن من الناس دي، أو كل معلومة بتتقال، أو كل مكان بيروج ليه يستحق كل هذه الدعاية؟ هو ده سؤالنا، وهي دي فقرتنا اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة، عالم اليوتيوبر والانفلونسر والتيك توكر وكل الليلة اللي احنا عايشين فيها دي، هنتكلم فيها النهاردة في فقرة، وهنشوف ونطرح من كل الجوانب، لأنه أصبح حاجة أساسية وأصبحت حاجة كتير قوي بنتعرض لها. لكن قبل ما نروح لأخبارنا، خلوني أطرح على حضراتكم سؤال الحلقة من هذا الموضوع. هل تثق في آراء البلوجر في المنتجات، الأجهزة، المأكولات، النصايح؟ هل الناس دي بتشكل لك مرجعية؟ هل بتبني قرارك بناء على الناس دي؟ ده سؤال حلقتنا النهاردة. هل تثق في آراء هؤلاء، البلوجر أو اليوتيوبر أو التيك توكر أو الإنفلونزر، كل الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول؟ ده سؤال الحلقة اللي هينزل على صفحة القناة سي تي في إيجيبت وعلى صورة البرنامج. حابب أسمع آراء حضراتكم. وبالمناسبة، اي حاجه حضراتكم بتقولها لنا في التعليقات، حتى لو مش وقت البرنامج بيسمح بيها، طالما فيها حاجه تهم احنا بنحطها. يعني ممكن حضراتكم يكون في استغاثه من موضوع معين، ممكن يكون الوقت ما خدناهاش، بس ممكن توظف كموضوع، ممكن ناخدها، ممكن نتصل باصحابها. نحن لا نهمل اي تعليق الا بعض التعليقات او الخارجه، او لما تستدعيش الرد عليها، عشان بس تبقوا حضراتكم عارفين كل الاراء مرحب بيها، مع او ضد، في اي حاجه خاصه باي سؤال بنطرحه. طيب خلونا نروح بقى لأخبارنا النهاردة. وأول خبر معانا يعني للأسف عن انهيار منزل، ولكن هذه المرة انهيار هذا المنزل ليس في القاهرة، في الوجه البحري في شارع النبي دانيال في مدينة ميت غمر، أو مركز ميت غمر تقريبا، متهيألي مدينة ميت غمر يعني. المشكلة إن الانهيار المرة دي سببه جديد، وسببه حاجة الناس بقت تتعامل معها. عارفين حضراتكم لما كنت تيجي تاخد شقة جديدة أو تنقل من شقة لشقة، بتجيب مجموعة من الشيالين تطلع لك العفش من العربية لحد فوق. ولكن في السنوات الأخيرة ظهرت فكرة الونش الكهربائي اللي بيتثبت وينقل الأجهزة وينقل العفش ويطلع لك العفش لحد الدور بتاعك، آمن سالم متربط زي الفل، فتوفر بقى تغبيط وخسائر وعمالة ونزل، وده اتخبط وده اتفقد والكلام ده كله. دي حاجة كويسة جدا. ولكن أن أسباب انهيار أو سبب الرئيسي لانهيار هذا المنزل، وده اللي هنعرفه برضو في السياق بتاع الخبر، هو هذا الونش. خبط في البيت فانهار المنزل. تلقت مديرية أمن الدقهلية النهاردة إخطار من المباحث الجنائية ببلاغ من السيد مأمور قسم شرطة ميت غمر بانهيار عقار مكون من 5 أدوار، يعني مش عمارة كبيرة. اتصلت طبعا قوات الحماية المدنية زي ما احنا شايفين، وبان أن سبب الانهيار هو ارتطام الونش بالمنزل. مفروض ان حاجة بتسهل النقل وبتأمن النقل تبقى هي السبب في الانهيار. من المسؤول او تخضع له رقابة هذه الاونش؟ لان واضح انها كترت اولي من دول. احنا مش ضدها، ومش ضد اي حاجة بتأمن النقل، ومش ضد اي حاجة بتطلع العفش، ولكن عندما يتسبب ونش في هذه الكارثة اللي هي قدامنا النهاردة، لازم نعرف السبب. قبل ما نتساءل اكتر حول هذا الموضوع، خلينا نفهم بقى هذا الحادث كيف تم وتطوراته. بيشرفنا يكون معنا على التليفون الأستاذ محمد كشك، رئيس قسم المحافظات بجريدة الفجر، مباشرة من موقع الحادث من ميت غمر بمحافظة الدقهلية. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ شنود. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. إيه اللي حصل وإزاي وقعت الحادثة دي؟ يعني حكي لنا بالتفصيل يا أستاذ محمد. أهلا بحضرتك شنود. طبعا أهلاً. خالص تحكينا بالتفصيل طبعا لأهالي مدينة ميت غمر وشارع النبي دانيال. النهاردة فقط 5 يعني النهاردة ضحايا وفيات
يعني تحت انقاض العقار، وخمسه الحمد لله نجحت الحمايه المدنيه، اللي عايزين نوجه لهم شكر كبير جدا طبعا. حقيقي النهارده ابطال، مش عايز اقول لك من يعني من اكبر رتبه لاصغر. استاذ محمد حاجة. استاذ محمد اعذرني للمقاطعه، بس يا ريت تقف في حته عشان صوت حضرتك يعني افضل، عشان الصوت بيقطع، عشان نسمع كل كلمه حضرتك بتقولها. حالاً انا بس احنا راجعين في الطريق. على قد ما تقدر يعني يا استاذ محمد، معلش احنا بنتعبك معانا. لا خالص خالص يا اتفضل. انا بحضرتك النهارده ان دور كبير جدا قامت بيه قوات الحمايه المدنيه النهارده. ضباط الحمايه المدنيه النهارده لو تشوفهم استخدام لاعلى تقنيات باستشعار لوجود احياء. شيء اكتر من واضح الشغل اللي معمول. طبعا جدا جدا يا فندم، مش عايز اقول لحضرتك ان ضباط ورتب كبيره جدا عقده وعمده نايمين بيسحفوا على بطنهم عشان يحاولوا، وده مش غريب، ده على رجال الحمايه المدنيه في كل جمهوريه مصر العربيه. الحادثه كانت الساعه كام يا استاذ محمد؟ تقريبا الساعه 3 تقريبا، 3 العصر. 3 وقبل 3 بحاجات بسيطه. البيت عمره قد ايه؟ قديم ولا جديد؟ ايه اللي حصل؟ خلينا ناخد كده الملابسات خطوه خطوه زي ما حضرتك وصلت لها. هي كانت من وجود سمعني حضرتك الشغل. انا بسمع يعني لو تقدر، انا عارف حاجه بتقول لي انك اتحركت من المكان بتاع الحادثه وماشي، على قد ما تقدر يعني نقدر بس نسمع بوضوح. اتفضل يا فندم. انا بقول لحضرتك البدايه ان العقار هو عقار مبني من السبعينات القرن الماضي، مش قديم يعني، يعتبر عقار عمره كويس. الصوت بيقطع، احنا بنسمع جمله وجمله بتطير. حاول يا استاذ محمد قدر الامكان، معلش. الو، طب يا جماعه يعني حاولوا تجيبوا لنا استاذ محمد ويظبط، احنا يعني بيقول لنا كان هو كان في المكان وواضح ان هو اتحرك منه. لكن خليني ارجع لحضراتكم تاني، واضح ان في ضحايا طبعا، خالص العزاء للضحايا، واضح ان في ناس تحت الانقاض، يا رب يا رب يكون فيهم اكبر نسبه من الاحياء. ولكن الحادثه هذه المره غريبه. الونش ده زي ما انا ما استخدمتهوش يعني، انا رغم ان انا مثلا عزلت في حياتي مرتين ثلاثه كان منهم وفي وقتين كان في الونش، انا ما استخدمتهوش، بس انا مش عارف اجراءات السلامه بتاعته وربطه الكلام ده كله برضو عايزين نفهمه. استاذ محمد رجع لنا مره ثاني. استاذ محمد. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، الله ينور عليك، معلش تعبناك. لا خالص، اتفضل، احنا معاك يا استاذ محمد. خليني يا استاذ شنو ده بقى اقول لحضرتك الموضوع من بدايته. البدايه ان العقار مبني في سبعينات القرن الماضي. النهارده كان اخر سبب لوقوع العقار هو موضوع الونش، لكن طبعا كل الاهالي هناك بتاكد ان الشارع طبعا اللي فيه العقار هو شارع 10 امتار عرضه 10 امتار. مفترض ان اعلى اكثر ارتفاع ليه بيبقى ارضي واربع ادوار. في عقار تم انشاؤه من حوالي اربع سنوات او اكثر من اربع سنوات. العقار طالع برج كبير جدا يتعدى ال 10 ادوار او 11 دور كمان، يعني تخطى ال 11 دور. وطبعا الاساسات اللي رموها له اثرت على اللي جنبه طبعا، وادت لتصدعات، والموضوع بقى له دلوقتي فتره قرابه الاربع سنين في فحص في الوحده المحليه وقضايا وشكاوي. يعني ده انا حاولت المره دي، يعني طبعا هي حادثه، انا عذرا للمقاطعه ان انا الاقي سبب غير المحليات وغير اهمال المحليات. حضرتك بتقول لنا تاني ان عقار طالع مخالف 10 ادوار في شارع ارتفاعه 10 متر، فبرضه محليات. خليني اقول لحضرتك ده حقيقي، والناس طبعا هناك طبعا ده ادى لتصدع كبير في البيت اللي انا بقول لحضرتك مبني من سبعينات القرن الماضي. وطبعا الشروخات دي وصلت لمرحله كبيره مساء امس، واللي بدا معاها الناس تسمع طقطقه في البيت، وابتدت الناس في الوقت ده تغادر البيت ويحاولوا يعملوا اخلاء لمنقولاتهم من البيت. في الوقت ده الناس ابتدت تخلي. النهارده قرر احد السكان ان يخلي منقولاته من البيت، فجاب الونش اللي حضرتك بتقول عليه دلوقتي. الونش ده بمجرد ان هو طلع وفكر ان هو يسند على البيت، البيت اخذ الونش ونزل على العربيه اللي فيها الونش، وادى كمان الونش نفسه مال على العماره اللي قدامه واحدث بيها. لا خليني بقى اقف معاك هنا استاذ محمد عشان برضو نفهم، يعني الونش عشان برضو ما نحملش الناس مسؤوليه، كان مأمن اجراءات طلوعه او تثبيته للقاعده بتاعته والسلم الكهربائي اللي بينزل ويطلع؟ مفيش خطا على الونش؟ لا انا يعني هو فندم هو ما لحقش اصلا، ده الونش يا فندم ده هو لسه بيحاول يثبت لسه ما ابتداش. العماره نفسها اخذته ونزلت بيه، نزلت على العماره اللي على العربيه اللي شايله الونش، اسف،
والونش نفسه راح خبط في العمارة اللي قدامها شارع عرضه 10 متر. هو مش عارف يخش. بس خليني اقول لك يا استاذ محمد حاجه، يعني طبعا انا لا بحاسب ولا بعاقب ولا بتكلم، بس انا بتكلم المفروض بتوع الونش برضو ليهم نظره، لو شارع ضيق او مش عارف يفرد فيه الماكينه او الونش بتاعته خلاص يقول انا مش هدخل، يعني برضو في هنا مسؤوليه برضو نسبيه على طبعا الونش. طبعا يا فندم طبعا، وانا باكد لسعادتك برضو ان مشاكل كتير بتحصل، وانت عارف حضرتك انا حد بيرصد على جميع محافظات مصر، فانا باكد لسعادتك من خلال ان مشاكل كتير بتجيلنا وحوادث بتجيلنا باثر بقى سقوط اشياء من الونش ده، وهو طالع وهو نازل ممكن حاجه تقع على العربيه على حد ماشي لا قدر الله، وبيحصل منها مشاكل كبيره. طبعا هم محتاجين، طبعا الونش ده محتاج ان هو يكون له اجراءات خاصه في ترخيصه مؤمنه من الحي ويراجع ويرخص كل ده، ولازم يا فندم اللي يكون شغال عليه لازم يكون شخص مدرب وخاضع. طب يا فندم وخاضع لكل الاجراءات اللي تاكد سلامته البدنيه وسلامته كمان من ناحيه التدريب وجاهزيته من ناحيه التدريب. لا ويقدر يقدر كمان يا استاذ محمد، اذا كنت انا يعني انا لو صاحب شقه جبته في شارع عشان ينزل لي عفشي، لا يجي يقول لي معلش يا فندم انت لا الشارع بتاعك ولا بيتك هينفع ان انا اتعامل معاه، هي اصلها مش سبوبه دي اعمار ناس. يعني اذا كان احنا عندنا مسؤوليه هنا على المحليات هنتكلم فيها ونرجع لها، ففي مسؤوليه برضو على الاوناش هم او صحاب الاوناش او الشركات دي، يبقى ناس مدربه وفاهمه وليها رؤيه في الموضوع. اكيد يا ده حضرتك مش متخيل سقوط قطعه اساس، وانت عارف حضرتك احنا كمصريين بنهتم دايما بموضوع الاساس ده، بيبقى دايما اساس بيبقى دايما اوزان يعني. ايوه طبعا احنا يعني اسر بتنزل تشتريه وبيتعمل له احتفالات وطالع الشقق، فتخيل حضرتك قطعه اساس من دي بتسقط من ارتفاعات عاليه ممكن تكون من الدور العاشر، متخيل ممكن حضرتك تعمل ايه؟ طبعا اقل حاجه انها تدمر عربيه وتاخد بقى بسكتها واحد ماشي واحده ماشيه طفل ست اي حد في الشارع بالظبط، او تزهق ارواح. فخليني اقول سعادتك طبعا انا يعني متضامن مع كلام سعادتك جدا، وشايف ان لازم يكون اشخاص مدربين، والتدريب ده هو اللي هيخليه بمجرد ان هو يشوف المكان مناسب او مش مناسب، الارتفاع ده مناسب ولا مش مناسب، المكان كمان من حيث ان انا لما اسند عليه بالاوزان اللي انا بتحملها دي هل هو هيستحمل او لا، لان في اماكن كمان بتبقى شرفاتها لا تحتمل، يعني لا تحتمل طرق ودخول عفش منها، هو صغير والقطع كبيره فانت بتعافر بالظبط، ممكن تكون خليني كمان السوق. خليني اسال حضرتك بس في الاخر يا استاذ محمد، اخر عدد للضحايا او الوفيات قد ايه؟ عندنا 5 و5 يا فندم، 5 وفيات، ومحتمل يكون في احياء تحت الانقاض ولا ده مش مؤكد؟ والله بعد طبعا انت عارف حضرتك ان الموضوع طبعا زي ما اكدت لسعادتك ان قوات الامن النهارده كان في تكاتف كبير جدا، قوات البحث الجنائي النهارده طبعا تفريغ لكاميرات رصد لكل حاجه، فطبعا المعلومات اللي اتجمعت من خلال ده وكمان الاجهزه الاستشعار بتاكد ان دول كده انتهت اي جثامين تحت بعد خروج يعني شهاده الشهود، معلش اعذرني في السؤال الاخير، شهاده الشهود بتقول ان البيت كان فيه كم فرد تقريبا اجمالي الشقق، حد قادر يحددها؟ لا هو كان البيت اصلا ما كانش فيه سكان كتير، هو اغلب المصابين اصلا من اللي كانوا المره في الشارع، ما هي الناس مش من البيت اصلا يا فندم، البيت اصلا كان تم اخلاؤه. ايوه فندم تمام. وكان في الاسره اللي هي بتنقل عفشها بس، يعني هي دي النهارده اللي قررت ان هي هتطلع العقار عشان انما الاسر اغلبها غادر من امبارح بالليل زي ما اكدت لسعادتك. تمام استاذ محمد كشك رئيس قسم المحافظات بجريده الفجر، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا، وخلوني قبل ما اتكلم في الجانب السلبي نتكلم في الايجابي. رجال الحمايه المدنيه والداخليه وتحركهم حاجه رائعه، وفعلا انا عايز اقول لحضراتكم ان الحمايه المدنيه في مصر تطورت في السنوات الاخيره تطور رهيب زي قطاعات كتير جدا جوه الشرطه المصريه، كل التقدير على كل الجهد اللي بيتم من الناس دي ورتب وتحركت، ويعني ربنا يقويهم في شغلانتهم الصعبه في كل تفاصيلها. لكن نيجي بقى للجانب التاني، محليات. هي لما طلعت عماره 10 ادوار كان رئيس الحي فين ومهندس الحي فين واللي بيراقبهم الحي فين؟ كانوا بيصيفوا ولا كانوا في اجازه بدون مرتب ولا كانوا مش موجودين في الحي ولا كانوا موجودين كده؟ يعني زي ما احنا عارفين هو ده السؤال. مدير الاسكان في الحي، الترخيص اللي طلع، شكل الشارع، الناس دي كانت فين؟ وهذا المشهد وهذا السؤال مكرر في كل حادثه في كل مكان في ارض مصر. المحليات متوسط شعبي فاخر حدث ولا حرج. المحليات أين هؤلاء مما يحدث في أحيائهم؟ إيه دورهم؟
ايه الدور المنوط بيهم في هذه الاحياء غير ان هو يراجع البيت ده تراخيصه ايه، مواد البناء ايه، رخصته ايه، كم دور، الكلام ده كله. خلوني ازود نقطه تاني. طب انا كمواطن كنت ايجابي مش هقول سلبي، وشفت ان في بيت بيتبني جنبي 10 ادوار ورحت بلغت في الحي، في حد هيسمعني؟ في حد هيتحرك؟ ولا حاضر يا فندم تمام زي الفل هننزل كده؟ يعني انا كمواطن لو بلغت ان جنبي الشارع كذا كذا وارتفاعه كذا، في حد هيسمعني؟ طيب لو انا مفيش حد سمعني، انا كمواطن اروح لمين؟ اروح للمحافظه؟ طب المحافظه لو ما سمعتنيش انا بفترض، والعماير دي كتير وعندنا شغل كتير وعندنا يعني الوضع ده يا جماعه مكرر، ده كده المحليات، تساؤلات كده بنطرحها في كل حادثه. يعني خلاص هي ديباجه قدامنا كده بنطرحها في كل حادثه. نيجي بقى للجزء الثاني، الاوناش. احنا مش ضد ان الناس تاكل عيش، ومش ضد ان الموضوع يتطور والعفش والاجهزه تنزل وتطلع بسلامه بدل ما تتخبط، وبدل ما الشيالين ومش عارف ايه والكلام ده كله، هما 3 4 انفار، حد فوق وحد تحت وحد بيامن ويربط. لكن ضوابط عمل هذه الاوناش، من يضبط اداء هؤلاء؟ انا النهارده واحد جه، فانا النهارده مفروض ان شركه زي دي وفيها اوناش مفروض في مهندس او فني على درجه مهندس، يعني حد كده فني خبره، يعني من كتر ما هو تقيل بيتقال له يا باشمهندس، تمام، يشوف بقى القصة وبتاع والليلة ايه يعني، مين يراجع شغل الكلام ده، ترخيص الكلام ده، تقديره للموقف، لان ممكن كنا نتلاشى هذا، يعني نتلاشى اللي بيحصل. كان ممكن البيت يقع مع الوقت من اللي بيحصل فيه والبنى اللي اتبنى جنبه، لكن لما دخل عجل بيه، او على الاقل بدل ما نسبة الوفاة كانت قليلة او تبقى اصابات او او او، تساؤلات نطرحها من هذا البرنامج. طيب في عندنا خبر تاني عن قطع الكهرباء، في كلام اتردد عن موضوع قطع الكهرباء، في ان في كلام اتقال ان هي هتبقى 3 ساعات، هي وزارة الكهرباء بتقول ان هو هيبقى لمدة يوم واحد فقط، 3 ساعات عشان تداول الغاز من المحطات الإقليمية واستهلاك الغاز. في كلام اتقال ان ده هيبقى ماشي على طول، لا، هي وزارة الكهرباء اكدت في بيان مشترك ان ذلك يستدعي زيادة فترة الاحمال ليوم واحد ساعة اضافية من اجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية. ده اللي عندنا حتى الان، يعني اللي بيتقطع عندهم ساعة هيبقى ساعتين او الساعتين 3 لمدة يوم واحد فقط، ده اللي عندنا حتى الان، وليس عندنا اي حاجة تانية في هذا الموضوع. ويراعى طبعا في ذلك كبار السن والمرضى والامتحانات والقصة كلها اللي مرتبطة به الكهرباء. احنا حبينا برضو نقول لحضراتكم هذا الموضوع للعلم. طيب البطاطس مالها بقت ب20 جنيه؟ يعني انتوا خلاص عارفيني ان انا كل يوم لازم اتكلم على حاجة في الاسعار، ما ده خبر برضو بصراحة النهاردة، يعني ارتفاع كبير في اسعار البطاطس في الاسواق. انا امبارح تساءلت وابتديت الحلقة بقول لحضراتكم هألف كتاب عن الاسباب، فالنهاردة ربنا يعني ايه بعت لنا موضوع البطاطس بقى نتكلم فيه. ليه البطاطس ب20 جنيه؟ ليه كيلو البطاطس احنا لا عليها ضغط لا في الصيامات ولا 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 ليه يوصل 20 جنيه؟ استاذ حسين ابو صدام نقيب الفلاحين بيقول ان ارتفاع اسعار البطاطس كان متوقعا وحذرنا منه في شهر ديسمبر الماضي. طب ما عملناش ليه اجراءات لما كان متوقع؟ وبيرجع الكلام ده للي هو الفروقات بين العروه الصيفيه اللي في منتهى اللي بتتزرع في منتصف ديسمبر وحتى منتصف فبراير بتقوي مستورده، والتقوي اصل ساعتها كانت الحاجه مستورده فالبطاطس هترتفع. انا ممكن يعني من غير ما اقرا التفاصيل بتاعه الخبر اقول لكم، بس الحاجات دي كلها كانت معروفه، وليه استنى لما الحاجه تترفع؟ وليه ما قدمناش حلول؟ وليه 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 كيلو البطاطس يوصل 20 جنيه النهارده؟ ليه؟ هو ده السؤال. لا عليها ضغط ولا واكله شعبيه تسد مع الناس كلها، يعني انا مش عارف. طب خلونا نفهم بقى اكتر حول هذا الموضوع. بيشرفنا ان احنا يكون معانا على التليفون الاستاذ حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية. استاذ حاتم اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة المشاهدين وكل متابعك اينما كان. اهلا بيك يا استاذ حاتم. عجبك الكلام ده يا استاذ حاتم؟ طبعا ده احنا يعني انت تفضلت وذكرت بعض الكلمات اللي احنا ليه نستنى. احنا منذ شهور قدمنا تقاريرنا من خلال الشعبة ان احنا هيبقى عندنا فجوة انتهاء الموسم اللي حضرتك ذكرته الصيفي والتقاوي اللي هي المستوردة والكلام ده كله، والكلام اللي حضرتك تفضلت ان احنا تحدثنا عليه منذ يعني شهور، وقلنا لازم يبقى فيه حلول سريعة. تحدثنا مع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب طبعا سيادة اللواء هشام الحصري، وتحدثنا مع
مسؤولين في وزاره التموين ومسؤولين في وزاره الزراعه، وقلنا لابد يبقى في عندنا مراجعه ومتابعه للمنتجات الزراعيه والكم المعروض والاتاحه، ولابد يبقى عندنا سرعه التوصل ان انا عندي المخزون الاستراتيجي، هل هو كافي، هل احنا عندنا ازمه فيه، هل عندنا اي نقص في اي معروض من هذه المنتجات، وتحديدا البطاطس، لان البطاطس هي سلعه استراتيجيه وما فيش مواطن يقدر يستغنى عنها. تحدثنا في كل هذا الكلام وقلنا مرارا وتكرارا رجاء قاعده البيانات المهمه، الاتاحه اللي داخل الاسواق النهارده، الكم المعروض اللي هيبقى موجود بعد طبعا موسم الحصاد بتاع البطاطس اللي هو خلاص يعني في يعني بيودع الاسواق، احنا داخلين على مخزوننا الاستراتيجي اللي هو داخل النوالات او الثلاجات، فاحنا قلنا بدأ في متابعه دائمه وفعلا نقف على اي مستجد من خلال هذه المتابعه، ما بقاش في حجب منتج عن الاسواق، بعض يعني يبقى ما عندنا نشوف هل في فعلا تعطيش للسوق، هل في حد هيقدر، ما هو ده السؤال، هو ده السؤال المهم، هل في تعطيش للسوق؟ ما هو ده اللي احنا في الوقت ده وقت الفجوه. هل القادم هيبقى في ايدين كبار المنتجين، لان الفلاح البسيط او صغار المنتجين هم باعوا البطاطس خلاص، البطاطس كلها داخل النوالات والثلاجات، يعني اللعبه في ايدينا الكبار او الحبل، الخيوط في ايدينا الكبار. احنا بنقول يا استاذ شنوده رجاء بس يبقى عندنا متابعه من وزاره التموين، وزاره الزراعه، والجهات المعنيه والجهات ذات الصله. ليه؟ لان انا عندي في عندي متابعه، الثلاجات بتطلع الكم الموجود داخل الاسواق، الاتاحه موجوده داخل الاسواق كما هي، لان انا عندي كاخر يعني اول حلقه الجمله ثم بعد كده نص الجمله ثم التجزئه، هي دي اللي فيها المشاكل. احنا بنقول المنتج مش داخل الاسواق، ده المنتج في اماكن الزراعات داخل كبار عند كبار المنتجين كبار المصدرين. تمام. نتابع ده، يبقى عندنا متابعه للمخزون الاستراتيجي وكيفيته واتاحته داخل الاسواق. هل ممكن في حلول، هل في حلول عاجله ان السعر ما يزيدش عن كده، ولا ممكن نشهد ارتفاعات اخرى يا استاذ حاتم؟ لا ان شاء الله يبقى في حلول، وده طبعا في يد كل الساده المسؤولين. تمام. وزاره الزراعه وزاره التموين. تمام. وده طبعا يعني في تواصل كبير جدا الان، احنا بقول لحضرتك يا استاذ شنوده منذ شهور احنا قلنا هذا الكلام. أيوه. وبعتناه مكتوب، يعني احنا بعتنا، انتوا عملتوا الحته او الدور بتاعكم، عملنا ده وبعتناه مكتوب منذ شهور. طيب. وتحدثنا مع رئيس لجنه الزراعه والري. طيب. يا معالي سياده اللواء شامبل حصري، رجاء احنا عندنا مشكله في البطاطس، مش عايزين تبقى مشاكلنا هي تحصل الازمه، ونكرر بقى قصه البصل والحاجات دي والقصص هو ده. وكمان ايه ده، احنا في 2018 احنا حذرنا وقلنا الازمه البصل كانت في 2018 قلناها قبلها بسنه. الرؤيه بقى والخبره والحاجات دي تبان. انا معلش عايز استفيد بوجود حضرتك معانا يا استاذ حاتم، الصيف بيحب الخيار والخيار البلدي، ومفروض ان الخيار بيرخص في الصيف، الخيار شادد حلو علينا ليه اليومين دول يا استاذ حاتم؟ لا الخيار كويس الايام دي، اذا كان خيار اعلى من ما كان عليه الان والوقت، يعني كام متوسط سعره دلوقتي؟ يعني احنا النهارده خيار كان ب 12 جنيه 13 جنيه في الشهور السابقه، النهارده خيار من 6 جنيه لغايه ما شفناه، ما شفناه يعني الناس لو نزلت هتلاقي ب 6 وب 8 والحاجات دي. دلوقتي موجود البلدي، الخيار البلدي. ما احنا عايزين انا واحد من الناس، انا بحب الخيار البلدي مش لاقيه. موجود يا فندم داخل الاسواق. واحنا بناكد على ان احنا عندنا الطماطم فيها انخفاض كبير جدا ملحوظ. الطماطم ب 10 جنيه يا استاذ حاتم. ما هو ده الحمد عشان لله عشان فرق عروات. لا 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 لا، ده كويس جدا، ده سعرها كويس. لا الطماطم من بس كانت ب 6 وب 7، من 6 جنيه لغايه 10 جنيه على اليه العرض وطالبه ان كل جوله ليها سعر. تمام. ايوه انا عارف ده. البصل طيب. البصل اللي كان ب 5. لا البصل حضرتك قلت لنا ونزل نزله حلوه، تراجع زي ما قلت لنا. الله ينور. معلش يا استاذ حاتم، في حاجه تاني انا برضو بحاول استفيد بوجودك معانا، اعذرني عن ان انا بقاطعك، مش عارفين ناكل فاكهه يا استاذ حاتم، الفاكهه غاليه، البطيخه النهارده بكام، والتفاح البلدي بكام، انا مش هتكلم على الحاجات اللي هي اساسا غاليه، هتكلم على البطيخ والتفاح البلدي والعنب والخوخ، الاسعار غاليه قوي قوي. خلينا اقول لحضرتك يا استاذ شنوده، اتفضل. العنب كان ب 120 جنيه وفي بدايه البشاير. ليه؟ ما ده بشاير الكم المعروض منه، الاتاحه مش موجوده، فبالتالي مؤشراته بتبقى للارتفاع. النهارده العنب بكام؟ ب 30. هتخش اسواق التجزئه ب 30، من 30، من 25 لغايه 30، برضه غالي. مع كامل احترامي يا فندم، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، تكلفه المنتج بقت بكام؟ ما هو انا عايز اسال على سعر المنتج، طب المنتج اللي بيزرع المنتج ده تكلفته بقت كام النهارده؟ التكلفه نفسها بقت كام يا استاذ شنوده؟ ما هو انا عايز اسال على سعر المنتج، لكن اسال على تكلفه المنتج بقت. طب والتفاح المصري الجميل اللي الناس بتعشقه وتستناه في الصيف ليه ب 35؟ ما هو التفاح المصري كان عندنا
مشكله شويه عشان درجات الحراره وكان في بعض المعوقات في الزراعه، ده يرجع للتغير المناخ وعدم استقرار الحاله الجويه. طيب وعشوه الصيف المحببه عند جموع المصريين بيتعشوا بيها وبيعتبروها فاكهه، البطيخ والجبنه، الناس مش عارف تاكل بطيخ. البطيخ احنا عندنا اكتفاء ذاتي منه وبنصدر كمان بطيخ، بس هو القصه كلها قصه انك انت 120 جنيه البطيخه و100 جنيه ما لا 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 البطيخه بتبدا يعني انت ما تشتريش ب 5 يعني انت راح تشتري 15 كيلو. لا مش 15 انا بتكلم متوسطها 8 9 كيلو، بيقول لي ب 12 جنيه، بيقول لي ب 12 جنيه بطيخ الكيلو. الكيلو الكيلو من 10 ل 12 جنيه. فانا بتكلم على ان ده في اتاحه، يعني البطيخ 5 كيلو ب 50 جنيه ب 60 جنيه ده كويس جدا. تمام. وده احنا ما بنقولش للناس ده 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 يعني ده رخيص، لا احنا بنقول، لكن انا عايز اوصل رساله، هل النهارده تكلفه المنتج اللي كانت من سنتين ثلاثه كانت بكام؟ رجاء ارجع أيوة. اشوف تكلفه المنتج النهارده بكام. طيب عايزين منكم يا استاذ حاتم، انا 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 مقدر وفي يعني تكلفه زادت ونقل وي 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 وي، بس تتنسب وتتظبط وطمعانين برضو منكم، وحضرتك راجل وطني وليك ادوار في الشعبه قويه جدا نشهد لها وكلامك كله مقدر، عايزين مبادره في شويه حاجات في الفاكهه ناس تعرف تحل، ناس تعرف تحل بس ما احنا مشاركين يا استاذ شنوده. تمام. النهارده احنا شوف حضرتك كل الفروع كلنا واحد، وزاره الداخليه والخدمه الوطنيه كلها الاسعار فيها قليله؟ طبعا يا فندم في الفاكهه والخضار 100% عن الاسواق طيب. عن ذاتها في الاسواق الاخرى ماشي، نتمنى برضو مزيد واحد. احنا طماعين، احنا عايزين برضو المزيد منكم اكيد يعني. من بشر حضرتك ان شاء الله يا رب. كل في عندي اتاحه اكبر وكم من معروض اكبر هيقابلوا انخفاض ملحوظ في الاسعار ويشعر بالمور. تمام، استاذ حاتم النجيب نائب رئيس شعبه الخضر والفاكهه بالغرفه القاهره التجاريه، بنشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا. كده اتكلمنا عن الاسعار بتاعه، خدنا طبعا ما اقدرش ناخد البطاطس وننسى الحاجات الثانيه لان هي الفاكهه والخضار والبطاطس مرتبطين ببعض. عندنا مشكله حصلت عند اهالينا في الصعيد وتحديدا محافظه سوهاج، وتتكرر هذه المشكله وعايزين نلاقي لها حل. في بسبب الرياح واندلعت نيران وتناقرت بسرعه في جذوع النخيل والبوص والمخلفات الزراعيه، الكلام ده فين؟ في قريه الطليحات في محافظه سوهاج. اصيب 12 شخص يوم السبت الماضي، بينهم طبعا رجال الحمايه المدنيه اللي مره تانية بنشيد بتحرك السريع في اي حاجه من رجال الحمايه المدنيه، حروق مختلفه اثر اندلاع هذا الحريق، ده كان سبب بقى سرعه الرياح والكلام ده كله، وخساير بقى عند اهالينا في سوهاج، وده بيتكرر كل سنه زي ما واضح قدام حضراتكم. يعني جات لنا هذه الاستغاثه من اهالينا في محافظه سوهاج، فبرضو حابين نفهم، لان معانا اتلاف للمنازل واصابات خطيره و53 راس مشيه، حاجات صعبه قوي. تعالوا نفهم اكتر هذا الحادث وما اسبابه وازاي نقدر نعالجه بقى ونشوف حلول ليه، لان واضح انها بتتكرر كل سنه. معانا على الهاتف استاذ مجدي جاد احد المتضررين من حريق قريه الطليحات بمحافظه سوهاج. استاذ مجدي اهلا بيك. اهلا بحضرتك يا استاذ شنوده. اهلا بيك، ايه اللي حصل وايه القصه يا استاذ مجدي؟ حضرتك انا في البدايه احب اشكر قناه سي تي في من خلال برنامج حضرتك. ثانيا اللي حصل لحضرتك يوم السبت اللي فات تقريبا الساعه 1 الظهر او 1 ونص، ده دورنا وواجبنا ان احنا نبقى معاكم في اي حاجه يا استاذ مجدي، واي حد من اهالينا بحري ابلي سينا اي حاجه، كل المصريين، احنا البرنامج ده لكل الناس. اتفضل يا استاذ مجدي. بشكرك. اتفضل. المشكله حضرتك يوم السبت اللي فات الماضي الساعه 1 ونص الظهر تقريبا كنا في ساعه الايلوله كده، سمعت صوت صويت انا، فخرجت في الشارع لقيت في نيران ملتهبه كتيره خالص. حضرتك النيران دي اشتعلت بسرعه شديده بسبب كانت سرعه الرياح في وقتها. الشراره الاولى جت منين؟ الشراره الاولى يا استاذ مجدي جت منين لهذه حضرتك النيران؟ احنا ما نعرفش، لان وقت الظهريه ده بتبقى الدنيا يعني فيها هدوء كده، ما اعرفش. طيب خسايركم ايه او ايه اللي حصل بالظبط ومطالبكم ايه؟ يعني برضو اشرحي لنا الخسائر ايه والمطالب اللي انتم بتطلبوها ايه؟ اتفضل. حضرتك انا بشوف ان اللي حصل ده كارثه في حد ذاتها لينا. وحصلت خسائر كتيره خالص. زي ايه يا استاذ مجدي؟ في احواش مواشي كتيره حضرتك تسببت في نفوق اكتر من 53 راس ماشيه. واكتر وحرق اكتر من 25 منزل. والتهام النيران ارضا ايضا باساسات المنازل
يعني لما التهمت النيران برضو راحت لشقق المواطنين، بعض المواطنين في اصابات خطيره، في حرق كامل لبعض الشقق. دي خسائر طبعا ربنا يعني يعوضكم عليها. في خسائر في الارواح او في اصابات جامده؟ حضرتك بنت خال والدتي توفت النهارده بسبب المشكله دي. وفي اصابات كتير. وفي اصابات كتير. طيب. ربنا يعزيكم يا استاذ مجدي. انا برضو عايز اشوف انتوا بخبرتكم في هذا المكان، واضح ان دي مش اول مره تحصل الحوادث دي، ازاي نتلافاها او ايه مطالبكم عشان نتلافى هذه الحوادث ولا تتكرر لا في سوهاج ولا في غير سوهاج؟ حضرتك اول حاجه الدوله ليها عليها دور. اللي هو ايه؟ احنا دلوقتي احنا في مكان نائي خالص. احنا معدومين، يعني يعتبر شبه معدومين. حضرتك ايه اللي انتوا معدومين منه او انتوا مش موجود من صوت الطليحات؟ يعني ما عندناش طرف صحي. ما عندناش مفيش صرف صحي خالص. نعم، مفيش اي صرف صحي، اي مشروعات تمت عندكم في القريه؟ لا حضرتك، في القريه اللي جنبينا يعني لسه ما وصلتوش. لا نعم؟ لسه ممكن لسه ما وصلتكوش، يعني ممكن تكونوا انتوا في الخطه ولا هي تمت؟ تمام. وحضرتك برضو في كمان الغاز الطبيعي برضو وشبكة الانترنت. أنا مياه الشرب مياه الشرب والكهرباء واصله لكم؟ المياه ايوه وصلنا من زمان، بس الغاز الطبيعي والصرف الصحي لا. طيب والكهرباء واصله. تمام يا استاذ مجدي، احنا من هنا بناخد صوتكم وبنوصله لمؤسسات المجتمع المدني، مؤسسة حياة كريمة، التحالف الوطني، الناس اللي قايمة، لأن هم شغالين بمجهود رائع في كل مصر. قرية الطليحات بمحافظة سوهاج فيها كارثة، وهذه الكارثة سببها عدم وجود خدمات، وده على لسان أحد أهليها أستاذ مجدي جاد. مبادرة حياة كريمة اللي الدولة شغالة فيها في كل القرى والمحافظات، في إبلي وبحري وسينا والوادي الجديد، عايزين ندي أولوية للطليحات، أهالينا في سوهاج توصل لهم هذه الخدمات، المؤسسات اللي تقدر تساعد معاهم، التحالف الوطني، التعويضات عن خسائر، دور وزارة التضامن، عشان ده لا يكرر. وفي نفس الوقت برضو من أبطالنا يعني الداخلية في رجال الحماية المدنية نعرف منهم برضو بعد كده إيه الأسباب، عشان بالتنسيق بقى مع المحليات تاني نقدر نشوف بقى. ما أنا برضو يعني عايز اتكلم، هي المحليات هي الاساس، بس مش عايز احمل هنا المحليات. دور بقى حياه كريمه، وهنا بنتكلم بقى على مركز جهينه، لان قريه الطليحات تبع المركز جهينه في محافظه سوهاج، فدور بقى رؤساء المراكز دي دورهم كمحليات، دورهم في التواصل مع منظمات المجتمع المدني. بنشكر حضرتك يا استاذ مجدي جاد، وان شاء الله ربنا يعني الدوله تتدخل معاكم، ممثله في وزاره التضامن ومنظمات المجتمع المدني. وحياه كريمه عملت شغل جامد قوي في مصر ولسه مستمر فيه، بنوصل صوتكم لهذه المنظمات اللي بتشتغل بكل قوه، وان شاء الله لا تتكرر هذه الحوادث مره اخرى. الارصاد، عندنا ارتفاع في درجات الحراره يا جماعه، وتحذير صريح وواضح من المسؤولين في هيئة الأرصاد الجوية، لا تتعرضوا للشمس، درجة الحرارة متوسطها 40 درجة، وده ممكن مع الحر ده وبتاع يعمل حالات اللي هي ضربة الشمس، ويعمل حالات إجهاد، ويعمل حالات إعياء. عشان كده هيئة الأرصاد الجوية قالت إن توقعات الطقس درجة حرارة عظمى على القاهرة 38، جنوب الصعيد 44، المتوسط 40، وقالت في بيان ليها إن بيزداد تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على كل الأنحاء، وبترتفع درجة الحرارة عشان توصل يوم الخميس والجمعة القادمين ل40 درجة مئوية. نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض للشمس، نحاول قدر الإمكان نمشي في الضلة، يعني نعدي في الشمس بتاع، لكن نطلع على الرصيف نمشي في الضلة لو ما فيش حد واخد الرصيف، يعني حاطط عليه حاجة فنضطر ننزل في الشارع، الشيء بالشيء يذكر يعني، خلال ساعات النهار، والإكثار من شرب السوائل. والسوائل يا جماعة يعني المية، عصير البرتقال رخيص دلوقتي، عصير القصب، كتر السوائل دي برضو يعني ايه بتهدي الجسم كده وتخليه غير قابل ان هو تحصل فيه. ربنا يسلم الجميع ويحفظ يعني بلدنا واهالينا في هذه الاجواء الحر. طيب تعالوا نروح بقى للسؤال اللي هنتكلم عليه، او في الفقره اللي هي بعد القادمه عندنا، وهل تثق في اراء البلوجر او الانفلونسر او الناس اللي بتعمل فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي؟ أستاذة نادية بتقول مساء الخير والبركة والنعمة أستاذ شنودة، ربنا يرحمنا، أنا ست كبيرة وأصلا مش فاهمة يعني إيه بلوجر. البلوجر يا أستاذة نادية اللي هما بيعملوا الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، طبعا في كتير من أهالينا مش متابعين، وفي ناس متابعة،
ام شنوده بتقول مساء الخير والبركه استاذ شنوده ربنا يحميك ويحفظك شكرا ليك يا فندم. استاذه استر بتقول مساء الخير لا طبعا لانهم عالم مرتزقه وهمهم ماديات فقط وللاسف البعض يقلدهم وزي المثل اللي بيقول رزق الهبل على المجانين واي اعلان على الفيس او التيك توك نبعد عنه. ده راي استاذه نادي. استاذ اشرف محروس بيقول مساء الخير استاذ شنوده على فكره هم فيهم ناس بتقول الصح وذلك عن تجربه شخصيه وفيهم ناس بتمشي امورهم. ده رأي أستاذ أشرف. أستاذ جورج عزت بيقول مساء الخير الكهرباء قطع ليها ساعتين هو قالوا النهاردة هتزيد ساعة يعني المفروض النهاردة لو زادت ما تتكررش وربنا يسهل وتيجي بسرعة يعني. مساء الخير يا ريت ما تنساش موضوع صرف العيش لكبار السن من مكان سكنهم. هو ده اقتراح كان اتكتب فعلا في بعض التعليقات ان الناس الكبيرة لو نقدر نوصل لو في آلية في وزارة التموين الناس اللي عايشة لوحديها كبار السن معهمش حفيد او ابن او حاجة وليه حتى لو يتوصل لهم بالاسبوع يعني هو لو ليه مثلا في الاسبوع 5 رغيفة في 7 ايام 30 رغيف او 35 رغيف يوصلوا لهم وممكن تبقى بمقابل رمزي او غير مقابل نقدر ان احنا نعمل حاجة زي كده زي ما بيتعمل في خدمات كتير. استاذ امل بتقول على الكهرباء قطعت في عين شمس 3 ساعات. أستاذة ماريانا ملاك بتقول الموضوع حقيقي بقى عكسي لما بلاقي بلوجر بيسوق لأكل بنبعد عنه يعني هي بتحس إن هي حاجة مش كويسة فبتبعد عنها. أستاذة نفين جاكر قالت لا أنا ما بثقش فيها. أستاذ عادل بيقول مساء الخير لا يا فندم لا البلوجر ولا الفيس نقدر نعتمد عليهم ولا نثق فيهم تماما ودايما بتكون منتجات غير مطابقة. شكرا لحضرتك. شكرا ليك يا استاذ عادل. استاذ امنوب بيقول انا من حلال القبه ازيك يا استاذ شنوده برنامج حضرتك جميل شكرا ليك. البلوجر بيكون واخد فلوس من صاحب المنتج ومش بيكون صادق وده بيحصل صح. استاذ عماد العمده بيقول لا ثقه في من لا ثقه به. تحياتي استاذ شنوده عندنا مشكله في انقطاع الكهرباء كل يوم 3 ساعات متواصله وبيقول قريه دير ابو حنس مركز ملاوي هنا في 3 ساعات متواصله هم قالوا يوم فهنا برضو بنوجه نداء ان قريه دير ابو حنس بتقطع فيها 3 ساعات متواصله المفروض ان هي اقصى حاجه تبقى ساعتين. أستاذ عطية بيقول يا ريت نناقش أمور مهمة زي الغلاء والتضخم والبطالة والكلام ده كله إحنا بنتكلم في كل هذه الموضوعات وبنطرحها من كل الجوانب وبنناقش كل الجوانب مفيش حاجة ما بنناقشهاش. أستاذ ماجد بيقول مساء الخير هو ليه الحكومة تنزل سعر المنتجات والتاجر مش عاجبه لما يتعامل هو يكون تعب شوية بجمالة التعب لازم نكمل عشان الناس تسمع. يعني تعليقات كتير سامحوني لو مش بقدر أخد كل التعليقات لأن إحنا مرتبطين ب وقت البرنامج والفقرات. عندنا فقرة جاية قبل ما نتكلم على البلوجر واليوتيوبر عندنا فقرة عن الذكاء الاصطناعي اللي بقينا برضو بنشوف منه حاجات وشغل بيتم على السوشيال ميديا وبنعرف بقى تطوراته أو بيحصل إزاي في الدراسة في الجامعات هيبقى عندنا أستاذ رقمي هيبقى عندنا في الأشغال هنستغنى عن وظائف إيه الاتجاه الكلام اللي كنا بنقراه زمان في الروايات الخيالية أصبح واقع نعيشه ويتطور يوم بعد يوم. مع ضيفنا اللي هيكون معانا بعد الفاصل هنتكلم عن الذكاء الاصطناعي في عالم الدراسة والأعمال والحياة بصفة عامة. انتظرونا بعد الفاصل.